طيب الله مساءكم أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائل الإيريترية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. استهلوا معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. لجنة المهام العليا لمكافحة كوفيد 19 تصدر توجيهات جديدة. ارتفاع نسبة الولادة في المؤسسات الصحية بأغلى ما سبق. ارتياح الخدمات الصحية في عيادة حقيقة. مقتل 3 من جنود حفظ السلام الأمميين في هجمات بأفريقيا الوسطى. حفتر يدعو قواته إلى حمل السلاح مجددا في ليبيا. وانفجار يهز مدينة ناشفيل الأمريكية. أهلا بكم إلى التفاصيل. توجيهات لجنة المهام العليا لمكافحة وباء فيروس كورونا. يتابع الكل وبصورة يومية تصاعد حدة الإصابات بوباء فيروس كورونا على المستوى العالمي والمنطقة بوتيرة خطيرة، وبصورة مماثلة أيضا في بلادنا كان مستوى انتشار هذا الوباء منخفضا خلال الشهور الماضية، إلا أن نسبة الإصابات تصاعدت بوتيرة كبيرة ومغلقة خلال هذه الأيام، حيث تم وخلال أسبوع واحد فقط تسجيل ثلث عدد الإصابات التي تم تسجيلها على مدى 9 أشهر. وإذا لم تتخذ إجراءات لسيطرة صارمة فسيتواصل انتشار الوباء بوتيرة كبيرة وخطيرة. وهناك عامل مغلق آخر يجعل من ظاهرة هذه الأسبوع ذات خصوصية، ففي السابق كانت الإصابات محصورة لدى القادمين من خارج البلاد ومن يخالطونهم فقط، لكن في هذا الوقت انتقل الفيروس إلى داخل البلاد وآخذ في الانتشار وعليه، ونسبة لكل هذه الظروف المغلقة وبهدف حماية أمن وسلامة المواطنين والوطن، صار أمر تطبيق التوجيهات الحكومية بكل جدية واتخاذ خطوات حازمة أمرا عاجلا ولا مناص منه. وعلى هذا الأساس تصدر لجنة المهام العليا لمكافحة وباء فيروس كورونا التوجيهات الإضافية التالية المتممة للتوجيهات السابقة التي صدرت في 20 ديسمبر. 1- توقف حركة كل المواطنين غير الضرورية باستثناء الذين ينشطون في المهام التنموية والخدمية والأمنية الضرورية التي لا يمكن إلقائها، عدا ذلك يطلب من الجميع لزوم منازلهم، وفيما عدا الأعمال التي لا يمكن إلقاؤها أو شراء المأكولات أو خدمة طبية طارئة تمنع كل أنواع الحركة بالأقدام والدراجات وعربات الكارو وغيرها، وتغلق كافة المؤسسات التجارية أبوابها حتى إشعار آخر باستثناء المرتبطة بتصنيع وتوفير الغذاء والمتاجر والأفان ومحلات بيع الحبوب الغذائية والخضروات والفواكه والمؤسسات الصحية والصيدليات والبنوك، وتتوقف عمليات تسديد فواتير الكهرباء والمياه والهاتف، وفيما عدا العاملين في المهام التي لا يمكن إلقاؤها يلزم كل الموظفين الحكوميين بيوتهم، ويمنع الحركة بين الأقاليم إلا لنقل الغذاء. نقل المرضى يقع على عاتق وزارة الصحة، ويمنع اصطحاب الأشخاص بواسطة الشاحنات كما تم توضيحه في التوجيهات السابقة. تواصل أهم المؤسسات الإنتاجية والخدمية كالمصانع والزراعة والتصنيع الزراعي والبناء إلى آخره نشاطاتها، وفي الأرياف أيضا يستمر عمل المواطنين الناشطين في الزراعة وتربية الحيوانات وغيرها من الأعمال التنموية الهامة. الالتزام بتغطية الفم والأنف بالقناع والتباعد وتوفير المعقمات واستعمالها في كل الأعمال والحركة المسموح بها، تأكيد تطبيق كل ما ورد في هذه التوجيهات، وإلى جانب ضبط النفس التي يقوم به كل مواطن والأسر لتأمين التنفيذ الكامل لهذه التعليمات، ستقوم إدارات الأقاليم وقوات الشرطة والأمن إضافة إلى اللجان الشعبية المقامة في كل منطقة التي تتعاون في الأنشطة الإدارية كالشباب والمعلمين والموظفين الحكوميين بالمتابعة الحثيثة، وستتخذ إجراءات قانونية بحق منتهكي هذه التعليمات. ورغم أن هذه التوجيهات لا تعرقل الأنشطة التنموية والخدمية اللازمة، إلا أنه لا يمكن التقليل من تأثيراتها على الحياة المعيشية للمواطنين، لكن لا بد من تطبيقها بكل وعي من أجل أن نجتاز الخطر المحدق بنا كوطن وأمة
وعليه فإن المسؤولية الوطنية تحتم على كل واحد منا أن يلعب دوره في الحد من خطر وباء كورونا من خلال التسلح بكل قيمنا الوطنية الأصيلة من تحمل وتكاتف وتعاضد حتى زوال الخطر الذي يحدق بنا تماما. نصر للجماهير، لجنة المهام العليا لمكافحة مرض فيروس كورونا، 26 من 2020. أوضح مسؤول مكتب وزارة الصحة في إقليم عنسب الدكتور كسات برهان سلمون ارتفاع الولادة في المؤسسات الصحية بنسبة 80% في الإقليم، وقال أن المؤسسات الصحية كانت تصل إلى 7 في الإقليم عام 1991 وارتفعت حاليا ل 37 مؤسسة صحية بزيادة بلغت 500%. ومع ارتفاع المؤسسات الصحية أوضح عن زيادة المهنيين الصحيين من 150 إلى 1060 وتوظيف اختصاصات طبية لم تكن في السابق مثل الطب النفسي والأسنان والعيون وغيرها من الاختصاصات التي تحتاج لقدرات خاصة لتقديم خدمات متكاملة. وأشار إلى وجود أكثر من 270 من وكلاء الصحة الذين يقدمون الدعم الصحي والإسعافات الأولية في القرى البعيدة مسافة 10 كيلومترات من المؤسسات الصحية، موضحا تركيب معدات الفحص والتحاليل الطبية في العيادات المقامة في المناطق النائية وتقرير خدمات الأشعة السينية إلى الرقمية وإدخال التحاليل الكيميائية في مستشفى كرن. وذكر عن انخفاض الأمراض المعدية عامة والملاريا التي كانت تودي بحياة العشرات وهبوط الوفيات الناتجة عنها إلى الصفر نتيجة جهود المكافحة وتتواصل أنشطة مكافحة الأمراض غير المعدية. تقوم عيادة حقيقو في مديرية مصوع بدور مقدر لرعاية الأمومة والطفولة. وأوضح السكان أن العيادة التي تقدم الخدمات لقرى قدم وعقم بوسة والمنحدرات الشرقية لمديرية جندا ومناطق ويعة وهريت تسهم لرعاية الأمومة والطفولة والتطعيم ومكافحة الملاريا. وذكرت الأمهات انتفاء المصاعب الصحية أثناء الحمل والولادة مشيدات بالتوعية الصحية التي يقوم بها العاملون في العيادة. وقال مسؤول العيادة الممرضة رفعنا أبقى ترسيخ الوعي الصحي خاصة للمتابعة الصحية أثناء الحمل وبعد الولادة ومكافحة الملاريا، مشيرا إلى قيامهم بجولات إلى القرى شهريا للتوعية بإصحاح البيئة ومكافحة الأمراض المعدية ومراجعة الحوامل للمؤسسات الصحية 4 مرات على الأقل. وأوضح أهمية فهم المجتمع للتعرف على الأمراض المعدية ومكافحتها والاستخدام الجيد للدواء، مؤكدا عدم وجود أمراض بسبب نقص النظافة في حرقيقو. سيداتي سادتي، نتوقف مع فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. أعلنت الأمم المتحدة أن 3 جنود من قوات حفظ السلام الأممية قتلوا على أيدي مسلحين مجهولين في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث تجري انتخابات رئاسية وتشريعية بينما يتواصل القتال بين المتمردين والقوات الحكومية. وجاءت التطورات بعدما أعلن ائتلاف جماعات مسلحة متمردة تخليه عن وقف لإطلاق النار، وأكد أنه سيستأنف هجومه على العاصمة بعد وصول قوات من روسيا ورواندا لدعم حكومة البلد القني بالموارد. وقالت الأمم المتحدة أن 3 من عناصر حفظ السلام البورنديين قتلوا واثنين آخرين أصيبا بجروح في هجمات استهدفت قوات الأمم المتحدة وقوات جمهورية أفريقيا الوسطى العسكرية. ودانا ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الحادثة بشدة، داعيا سلطات أفريقيا الوسطى إلى التحقيق بشأن الهجمات. طلب قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر من قواته حمل السلاح لطرد المحتل التركي كما وصفه. ويأتي هذا الموقف في وقت دعا فيه رئيس حكومة الوفاق فايد السراج إلى طي صفحة الخلاف لتحقيق الاستقرار. وكان الدعم التركي لحكومة الوفاق لا سيما عبر إرسال مستشارين عسكريين وطائرات مسيرة أتاح إلحاق سلسلة من الهزائم بقوات حفتر على أبواب طرابلس.
في إشارة إلى أنقرة التي صادق برلمانها على مذكرة تقضي بتمديد نشر عسكريين في ليبيا لمدة 18 أشهر، قال حفتر: أننا نذكر العالم بموقفنا الثابت بأنه لا سلام في ظل المستعمر مع وجوده على أرضنا على حد وصفه. هز انفجار وسط مدينة ناشفيل الأمريكية، فيما قالت شرطة ناشفيل أنه قد يكون عملا متعمدا. وقال المتحدث باسم الشرطة دون أرانا أن الانفجار أدى إلى تحطم الزجاج وألحق أضرارا بالمباني، ويعتقد أنه عملا متعمدا. وأضاف المتحدث أن 3 أشخاص نقلوا إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج نافيا أن يكونوا في حالة حرجة. وطوقت قوات الأمن الحي الذي وقع فيه الانفجار، ويشارك مكتب التحقيقات الفيدرالي والوكالة الفيدرالية المختصة بالأسلحة في التحقيق الذي فتحته الشرطة بالحادثة. أفاد مركز أبحاث بأن الصين ستتجاوز الولايات المتحدة لتصبح أكبر اقتصاد في العالم عام 2028، وذلك قبل 5 سنوات مما كان متوقعا، فيما يرجع إلى تباين تعافي البلدين من جائحة فيروس كورونا. وقال مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال في تقرير سنوي أن صراع الاقتصاد والقوى الناعمة بين الولايات المتحدة والصين من الموضوعات الرئيسية التي تهيمن على الاقتصاد العالمي. ومضى المركز يقول أن مهارة الصين في إدارة ملف جائحة كورونا وما فرضته من إجراءات عزل عام صارمة في بدايات الأزمة وتأثر النمو على الأمد الطويل في الدول الغربية يعني أن أداء الصين الاقتصادي قد تحسن. وتتوقع الصين نموا اقتصاديا متوسط 5.7% سنويا بين 2021 و2025 قبل أن يتباطأ إلى 4.5% سنويا من 2026 و2030. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله وحفظه.